بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات البرنامج وتستمر الرحلة الإيمانية مع أسماء الله الحسنى وحديث الإمام الطيب فضيلة الإمام نتحدث مع فضيلتكم في حلقة اليوم عن اسمه المؤمن ما معنى المؤمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام المؤمن واضح أنه من أسماء الله تعالى وذكر في القرآن الكريم وجاء في حديث أبي هريرة وعليه إجماع المسلمين هو مأخوذ أو مشتق إما من الأمن وإما من الإيمان لا. الأمن يعني هو توفير السلام وتوفير الأمن والحماية من المؤمن للمؤمن عليه إذا قلنا إنه بمعنى الإيمان فيعني التصديق ومن هنا يعني قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يعني أي لست بمصدقنا نعم. أي لست بمصدقنا لست بمصدق لنا وما أنت بمؤمن لست بمصدق فإما المؤمن يعني إما من الإيمان بمعنى التصديق واما من الامن بمعنى توفير الامان وسنتحدث يعني باتصاف الله سبحانه وتعالى بها عن اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذا به. الاسم سواء كان بمعنى مؤمن يعني اي مصدق او مؤمن بمعنى انه يؤمن غيره اذا قلنا انه بمعنى يؤمن غير بمعنى انه يصدق فالله سبحانه وتعالى في آية وردت مثلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. هنا بمعنى آمن بمعنى صدق لأن الله سبحانه وتعالى في الأزل شهد أنه أو صدق أنه لا إله إلا هو. وأيضاً صدق معه بعد ذلك الملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط. نعم. يبقى هو سبحانه وتعالى في الازل امن بانه لا اله الا هو وصدق وصدق، امن يعني بمعنى صدق نعم وسمي من اجل ذلك بالمؤمن بالمؤمن اي المصدق الذي شهد, شهد بوحدانيته في الازل، ثم جاء نعم بعد ذلك الملائكه وجاء اولو العلم فشهدوا بما شهد الله به نعم دا اذا قلنا ان المؤمن هنا بمعنى المصدق أما إذا قلنا أن المؤمن بمعنى المؤمن أو الذي يوفر الأمان لغيره ف... آه فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يؤمن عباده المؤمنين من العذاب يوم القيامة يوفر لهم التأمين إذا قلنا أنه مؤمن بمعنى أنه مصدق ل بانه لا اله الا وبانه لا اله الا آه هو نعم. ليس هذا فقط لا يقتصر التصديق على هذا المجال وهو مجال التصديق بالوحدانيه نعم وانما ايضا يتعدى الى دائره اخرى وهي انه مصدق مؤمن يعني مصدق لانبيائه نعم ورسله ازاي مساله التصديق للانبياء والرسل طبعا الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل والانبياء الى الناس نعم لا. لانه لا يمكن طبعا لا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب لا يمكن نعم طبعا لانه ان يعني المحدود الكذا ان يواجه او يعني يرى المطلق الذي لا حدود ولا نهايه ولا سدود له فاذا الله اذا يعني اذا اراد ان يتصل بالبشر نعم. فلا بد من اتخاذ سفير نعم. يرسل إليهم رسول يرسل إليهم رسول بالرسول. هذا الرسول إذا جاء إلى الناس طيب الناس ماذا في يدها ما يمكن الرسول ده مش يعني مشكوك فيه لا. أو يعني ما هي حجة الله على الناس حتى ليصدقوا هذا الرسول وحتى إذا كذبوه يتعرضوا للعذاب لازم يكون في إيدهم حجة وهذا طبقا لما اعتاد عليه البشر من التفكير يعني طبقا طبعًا لقواعد اعمال العقل الفطريه والمنطقيه طبعا لا بد أن يرى دليلا لا على, لا على لا صدق الكلام بالضبط هو ده يحتاج الى دليل لان هذا الرجل صادق ولذلك هم يسالون هذا النبي نعم ما الدليل على صدق مع انك انت صادق فيما تقول نعم ما يمكن ما تكذب علينا ما هو الدليل هنا الدليل هنا هو المعجزه ولذلك الأنبياء بشكل عام يأتي ويقول أنا مرسل من عند الله ودليلي الذي يجبركم على التص... على تصديقي هو أني أن الله سيظهر على يدي معجزة تجعل عقولكم تسجد وتقول هذا الرجل لا يمكن أن يكون كاذبا هو صادق فالمعجزات التي يظهرها الله سبحانه وتعالى على يدي الأنبياء هي شهادة تصديق فهو مصدق لهم بالمعجزات نعم شهاده تصديق لما يروها الناس يعني مثلا الناس اعتادوا على ان يروا ان البحر مثلا يجري نعم فاذا جاء شخص وضربه بعصاه وتوقف فلق البحر اصبح نعم. جزء ده واقف والجزء ده لهم انا رسول الكل طبعا لان ده خارق للعاده خارق للعادة خارق للعاده نعم. يعني وقل مثل ذلك في مثلا سيدنا عيسى حين يحيي نعم. الموتى <applause> أو حينما سنبرو الْأَخْمَهَ الأكمه والأبرص أو حينما يقول للناس أنا أنت في بيتك في كذا وكذا وكذا وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم هذه المعجزات هذه الأمور الخوارق التي يراها الناس مقرونة مع دعوة الأنبياء يصدقون الأنبياء وتكون هذه الحجة والدليل عليه الحجة والدليل لكن موقف الله سبحانه وتعالى من هذه المعجزة إيه نعم. هو أرسلها لتصديق من الأنبياء الرسول الكريم فإذن والنبي فإذا هو بهذه نعم. المعجزة يصدق عليه أنه مؤمن أي مصدق لأنبيائه لأنبيائه ورسله ورسله نعم. وكذلك أيضا قالوا ممكن يعني هو مصدق لأوليائه بإظهار الكرامات. نعم. لأن طبعا المقام لا يتسع الفرق بين الكرامات والمعجزات كرامة الولي ومعجزه النبي نعم. مع انهما من من واد واحد لان الاثنين نعم. خارق للعادات الدليل والحجة أقيم على من رأى النبي أو شاهد الرسول أو شاهد المعجزة، ولكن ماذا عن الأشخاص الذين لم يروا نبي ولم يروا رسالة ولم يشهدوا معجزة، كيف يحاسبون؟ لا. كيف يؤمنهم الله؟ سؤال وجيه، سؤال وجيه وسؤال منتظر فعلا. آه, 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 ممكن يجوا الناس يقولوا والله احنا المعجزات اللي شافوها الناس خلاص دي حجه عليهم وتلزمهم على من راى اه قال لك انا آه لا شفت ده ولا شفت ده نعم حتلزمني بالحجه من فين؟ انا عايز لمعجزة معجزه نعم تكون موجوده واشوفها والنبي آه مات ومعجزات راحت معاه فعلا هذا سؤال والاجابه عليه آه يعني تتطلب شيء من التركيز شويه نعم الرسالات السابقه قبل قبل رساله الاسلام ورساله محمد صلى الله عليه وسلم هي رسالات محدوده نعم يعني كان كان الله يبعث رسولا لقوم معينين منطقه معينه و فتره زمنيه معينه فتره زمنيه معينه يعني يموت النبي يموت هذا الجيل الذي راى المعجزه وهي شاهدة عليه نعم بعد ذلك تندسر هذه النبوة ويندسر تندسر هذه الرسالة ولذلك كل النبوات كل النبوات أنا بقول كل ما قبل الإسلام هي من هذا النوع محدودة بزمان معين ومكان معين وعشان كذا تنفع فيها المعجزات الحسية نعم لأن المعجزة الحسية هي المحدودة وكل المعجزات قبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كلها كانت, كانت حسية. حسية كلها كانت حسية بمعنى أن الحسية محدودة بزمن تموت مع انتهاء من شهدها ومن من شاهدها. الجيل اللي هو نعم. كان موجود. طيب جئنا في الرساله الاخيره اللي هي رساله الاسلام وقلنا انها الرساله العامه الى ان تقوم الساعه. نعم. في ايام النبي صلى الله عليه وسلم والجيل عليه الذي شاهده ظهرت عليه معجزات من هذا النوع. نعم من النوع اللي ياخذ ياخذ جيل وينتهي. من, من النوع الحسي من النوع الحسي. نعم. من انشقاق القمر. ومن المعراج ومن نبع الماء بين 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 صلى الله عليه وسلم حتى <applause> شرب منه الجيش وحينما فارق الجزع الذي لا. كان يخطب عليه سمع له انين فارق يعني حزن على فراق كان يخطب على منبر كان يخطب على جزع نخل ثم صنع له منبر فلما انتقل الى المنبر سمع الناس لهذا الجزع انينا كانين المريض لا. حتى انه لم يسكت الا بعد ان نزل صلى الله عليه وسلم واستلمه فسكت. كل هذه معجزات ولذلك يعني هو ايه اللي خلى الناس تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. وهو يعني لا هو مثلا من أسرياء مكه ولا عنده ولا هذه الامور التي راوها. نعم. يجي الجيل الثاني اللي بعد كده من الواحنا مثلا. طيب واحنا دلوقتي لا شفنا أربعة جزع 14 قرنا بيننا آه 14 ولا شفنا جزع ولا شفنا انشقاق قمر ولا شفنا ايه الحجه حجه الله علينا نعم. في الايمان بحيث ان لم نؤمن يقول لنا تعالوا انتم اظهرت لكم المعجزه نعم. ومع ذلك كفرتم فمصيركم الى النار المعجزه المناسبه هنا اللي هي حتستمر الى ان يرث الله الارض ومن عليها وحتشمل الناس جميعا هي لابد ان تكون معجزه عقليه ما تكونش حسيه لان الحسيه قلنا بتنتهي لا. ما بتنفعش معنا مرتبطه بزمن محدود وبمكان محدود, محدود فمش هتنفعني في الـ الاسلام اللي بقول انا يعني مستمر الى اخر الزمان نعم وليس وليس قاصرا على منطقه معينه ده رساله للناس جميعا اذا نحتاج الى نوع من المعجزات ايضا يناسب هذه الرساله يعني يكون مستمر ويكون متاح للناس جميعا. نعم. ما هي هذه المعجزه؟ هي القرآن الكريم. والذي توفر له من ادوات الحفظ والتسجيل من في السطور وفي الـ الـ الصدور كما يقولون. ويحفظه الاطفال قبل ان يفهموا معناه. كل هذا يأتي من العهد الالهي، انما نحن نزلنا أن الذكر وانا له, أن له لأن ربنا قال انا حنزلكم آه. القرآن ده مستمر معكم <applause> وهو ده حجه محمد صلى الله عليه وسلم على الناس انه نبي صادق طيب هذا القران يعني ايه الاعجاز اللي فيه الاعجاز اللي فيه طبعا ده يعني تخصص لوحده انه تحدث عن في, في نفس الزمن ده تحدث عن غيوب ماضيه لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم وصدق وصدقت, وصدقت. ولم تكن من معارف هذه المنطقة أبدا ولا تعرف إطلاقا نعم. تحدث عن الـ الـ ما في الأنجيل نعم. وما في التوراة وأول نسخة ترجمت إلى اللغة العربية من التوراة والإنجيل كانت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم <applause> بمئة سنة يعني حينما تحدث عن هذه الأمور <applause> لم تكن لم يكن لانه ما يعرفش غير اللغه العربيه ولم يكن لم يكن نعم صلى الله عليه وسلم يتحدث اي لغه آه ودي معجزه وانا الفت نظر الشباب الى البحث في هذه النقطه آه كيف تحدث وكيف حاور وكيف جادل في الـ 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 الانجيل وفي التوراه وهو لا يعرف عنها شيئا بل العرب جميعا لا يعرفون عنها شيئا لم تكن م م م مترجمه وهذا وهذا الثبوت يعني انا تتبعت مع بعض الاجانب يعني وهذا كلام المفكرين الاجانب نعم. انه اول نسخه عربيه عرفت هي بعد بعثه النبي أقل صلى الله عليه وسلم مش اقل من بقى سنه فضيلة الإمام هل كان هذا التحديد تحديدا من علماء المسلمين أم كان تحديدا مشتركا بين الغرب والمسلمين لا وهذا هو الإعجاز أن هذا كلام علماء مقارنة الأديان في الغرب نعم يعني لم يتوصل إليه مسلم وهذا التحديد بأنه يعني هذا لم يترجم تترجم اي نسخه من الانجيل او التوراه او العهد القديم او الى الكتاب المقدس اللغه العربيه عام. الى اللغه العربيه الا بعد مئة سنه على الاقل من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مصداق القران وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المغدلون يعني لو انه ثبت انك انت كنت تقرا كتب قبل ذلك وانك انت تكتب كان ممكن يقول والله انك انت نقلت الكلام ده اللي بتقوله لنا من الكتب القديمه ولكن هم اول من يشهد انك لم تكن تكتب ولم تكن تقرا في هذه الكتب، اذا القران الكريم هو في حد ذاته معجزه لانه تحدث عن كما قلت لك تحدث عن ما في ما في التوراه وما في الانجيل من قبل ان يعرف العالم العربي ماذا يعني هذا هذه التوراه قد يكون مثلا بعض المسيحيين يتلقونه بي او قله منهم في الشام او في مصر هنا ولكن يتلقونه بلغات اخرى غير اللغه العربيه يعني حينما يامره الله سبحانه وتعالى ان يواجه الكفار وهو في ضعفه وقله ماله وانه لا سند له ثم يواجه هؤلاء الجبابره الكبار ويقول قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد يواجههم بهذا كيف إلا إذا كان هو فعلا هذه معجزة وأنه واثق مليون في المليون أن ما يقوله هو من الله سبحانه وتعالى أقوى كيان على وجه الأرض في هذا التوقيت طبعا أقوى وتعرف العرب لما يعني م. تسخر من, من آبائهم من أجدادهم من آلهتهم ثم تقول لهم ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس م. م. طيب ومع ذلك ويحصل هذا في حياتهم وفي حياته، اضافة إلى أن القرآن الكريم يعني اشتمل على قوانين اجتماعية سواء بالنسبة للأسرة، سواء آه. ما احنا كل اللي قاعدين نتكلم بالنسبة للضعفاء وكذا وكذا، سواء بالنسبة للأسرة أو المجتمع أو علاقات الدول، علاقة الدولة أو علاقة المسلمين بغيرهم. قوانين حتى الآن لو طبق نصفها لاستراح العالم. لا. اضافة إلى أنه ظهر في مجتمع طبعا مجتمع معروف معروف بالبلاغة والفصاحة والشعر وكذا فظهر في و يعني بينهم بين زهرانيم و قال لهم أتحداكم أيها البلغاء والفصحاء أن تأتوا بسورة قال لهم لا أن تأتوا بي 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 بآية أو تأتوا بسنة السورة أو تأتوا بسورة تأتوا بآية شوف يعني يتحداهم وكلهم طبعا لو يعني ده بالعكس كان تخلصوا منه بسرعة لو أن نعم. ده لو أن ده مش معجز الناس في هذا الوقت طبعا لو أن ده مش معجز لأن عايزين يتخلصوا منه ده يعني سفه أحلامهم ويعني سلط عبيدهم عليهم وقلب قلب لهم الدنيا نعم. وتحداهم ومع ذلك لم يستطع أحد كل هذه وجوه الإعجاز وموجوده كل من يقرأ الآن وكثير من المستشرقين حين يقرأون القرآن يعني أنا مش عايز أقول لك يعني يدخلون الإسلام إنما لا سهم إلا أن يمدحونه ويكبرونه ويعظمونه نعم. إذن إذا هذه هي المعجزة المستمرة الموجودة فما حدش يقول لي والله أنا ما عنديش معجزة الآن نعم. لا عندك معجزة تفضل اقرأ القرآن وتعامل معه شوف أنت حصل لك إيه طبعا يعني نعود الى كيف ارتبط الاسلام وكلمه مؤمن بالاخلاق هو طبعا او حظ العبد هو ان يؤمن الناس يعني العبد له حظ في هذا اذا كان من الايمان طبعا ان يؤمن ويعني يقوي ايمان ويؤمن بالله وكذا اذا كان من اعطاء الامان ان يؤمن الاذى يكف اذاه وشره عن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يركز <applause> على من كان يؤمن بالله واليوم الاخر شوف من كان يؤمن بالله فليأمن جاره بوائقه نعم بوائقه يعني متاعبه ومصائبه وفي حديث اخر يقسم ثلاثا ان من يؤذي جاره ليس بمؤمن والله لا, والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن شيء عجيب شوف التركيز اللي احنا مش منه قيل يا رسول الله من قال الذي لا يأمن جاره بوائقه بوائق. نعم. وفي روايته رواية أخرى من خاف جاره بوائقه نعم. والبوائق جمع بائقة وهي الشر وما في معناه من الأذى الأذى الإضرار تخويف الاستطالة عليه نعم. أو الإساءة إليه شكرا فضيلة الإمام وشكرا لمشاهدينا الكرام على حسن المتابعة إلى لقاء جديد وحلقة جديدة بإذن الله